بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة السلام على شرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم إخوتي أخواتي. الفيديو تاع اليوم مانيش مبريباري له خلاص، مانيش مبريباري له خلاص. اتصل بي أحد الأصدقاء، عنده مقنين، قال لي راهو كيجي يرمي البوران تاعو راهو يبومبي كيما نقولو حنا، يطلع ويهبط. حنا يروح بالنا طول الدودة، قادرة تكون دودة، قادرة تكون دياري كيما حنا ديرنا دياري هذيك اللي كيما يقولوا لي تاع الحريف اللي يديرونا بهم أكرمكم الله الباسة. قادرة تكون دياري، قادرة تكون هكذا. مباشرة اداه عند السيد اللي يبيع اللوازم تاع الطيور. ما نقولوش السيد ما يعرفش، والله هو كي راه قال له، راه قال له الدودة. وشو هو الدواء تاع الدودة اللي نعرفو حنا؟ الدواء تاع الدودة اللي نعرفو حنا هو هذاك اللي يجي في وحدة قاعدة كيجي طابل وتحطلو في فمو طول، يطلق الدودة في البلاصة. هذاك مليح واستعملناه وشفنا النتائج تاعو، بصح فيه خطأ، لأنه الزاوج المقنين عنده ربع سنين قاعد يغني في القفص منين جات الدودة. الدودة يجيبها مع الزاوج من برا، وهذه الحكاية تاع الدودة يجيبها مع الزاوج من برا. ما عنديش نص ساعة من اللي عرفتها بطبيعة الحال من عند الشيخ نزيل صاحب لاقام تاع أوميغا، بارك الله فيه. كنا قاعدين نحكيو هذه، انتبهت ليها انا صح عليه الكناري والطيور اللي تزاد عندنا في القفص، والله المقنين اللي تزاد عندنا في القفص ما فيهش الدودة. الدودة الشريطية. الأخ هذا معدى، الأخ هذا صديق ليا معدى عند اللي يبيع اللوازم تاع الطيور، وهو ثاني صديق وجار معدى له في فمو، ماتلو في يدو، طلع له الطير سخون ميت في يدو. خسارة كبيرة. حنا أصدقاء تاعي ما فهمش الطبيعة اللي تخسر لي الزعوش، والحمد لله. مباشرة سمعت الزعوش، ناقشنا أنا وياه، ومن بعد جمعني الحديث هذا مع الشيخ نازل. الشيخ نازل وش يقول، وأنا نوافق الرأي. الدودة يجيبها معاه الطير البري من برا، هزها من العش والله، هزها من اي بلاصه، بصح ما يهزهاش عندك من داخل. وكاين الدواء تاع الدودة اللي يتقطر في الماء، ما كان ديرلو في فمو لانه فيها شويه ريسك، اللي يتقطر في الماء هو هذا، واسمو فيرميسيد شار دودري، تسمى عليه تاع الشوكيات اللي يجيو من برا. هاي كيفاه نستعملو، هاي القرعة كيفاه، هاي القرعة تاعو الشجرة. مام كي نشوفوه لداخل تحرك وحدة مليح، قداه تحط حاطلك شارد أندري فرد كارت، حاطلك برودوي، هو برودوي هولندي يزكي لي كاج بي لي زاكسيسوار لي بازي تو كاج كي تحطو ديزانفيكتي لي كاج لي زاكسيسوار، تغسلهم مليح. فوسولوجي مود اون بلوا، فوالا 20 غوت دون 40 مليليتر بوندون 24 ساعة، اريفير ابري دي سيمان. وش هو الحكاية؟
تحط 20 فطره ها الدواء الفقير، تحط 20 فطره في 40 ملليلتر وتعطش الزوج مليح يكون عطشان تعطي له يشرب مباشرة، كي تشوفو يشرب خليه يشرب مليح وعاود زيد نحيها له وزيد عاود أعطيها له يشرب 3 مرات في النهار وعاود له بعد 7 أيام عاود له نفس ال ضرب إن شاء الله كيما تقول العزيزة هذيك تاع الكوثير دير ضربة ضربة. هذا خالتي باش على الاقل نيفيتي، وهذاك نيفيتي اللي تحطه في الفم طول هذاك اللي يتحط في الفم ديريكت لانه خطير، لانه خطير جدا. كنا نعرفوا معز السبويلر عندنا تاطير، ما ماشي شرط يقعد عندك عام، الطير تجيبو مليح الشباب يقعد عندك شهر توالفو، ما بالك مقنيين 4 سنين واحد. نتمنى اني فتت واستفدت. اخواتي اخواتي نخليكم على خير. ما تنساش جيم هاي باطل. ما تنساش الاشتراك اللي مازال ما شاركش وبارطاجي الماكسيموم باش توصل المعلومه لصحابنا وحبابنا والجماعه اللي ما ردتش عليهم في الماسنجر، راهي اتصالات بزاف يعذروني اني رد الرب بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.